مدينة الرستن 24/12/2013 كمنارة الدمار في منازل المدنيين. بسبب القصف العشوائي والهمجي من طائرات الميغا الحربية على هذه المدينة الصامدة، هذا القصف بسبب الغارات الجوية التي تقوم بها الطائرات الحربية من شبيحة النظام، كما يتلى هذا القصف من الطائرات يتلاها قصف من كتيبة الهندسة والمشرفة يا قذائف الهاون والمدفعية، حسبنا الله ونعم الوكيل. مدينة الرستن 24/12/2013.